الحقيقة قرارات عدة اتخذتها الدولة بمساعدة الحكومة والبرلمان في محاولة الوصول إلى أكبر قدر ممكن من تحويلات المصريين في الخارج. فعلت الكثير من المبادرات، قدمت العديد من المشروعات والمبادرات والقرارات أيضا حتى تستطيع جذب أموال المصريين العاملين في الخارج. البعض من هذه المبادرات نجح بشكل أو بآخر، والبعض الآخر لم يرى النور حتى الآن، بل إنه تم الاستهجان على عدد كبير من هذه القرارات. شهادات بفوائد عالية، عقارات على سنوات عديدة للتقسيط، سيارات معفاة من الجمارك وغيرها من عوامل الجذب من أجل رفع معدلات الاستثمار وسعيا لحصيلة دولارية كبيرة. الحكومة تؤسس شركة استثمارية للمصريين بالخارج برأس مال يقدر بمليار دولار. يأتي هذا بالتزامن مع تراجع تحويلات المغتربين. رأس المال المطروح يدفعه المساهمون من المصريين بالخارج. مساهي الجذب أيضا تأتي في وقت تعاني فيه الدولة من تراجع حاد في تحويلات المصريين بالخارج واتجاههم إلى قنوات غير شرعية في التحويل. الحقيقة أن المصريين أو المصريين العاملين في الخارج يفكرون بشكل أكثر واقعية عن الشكل الذي يفكر به النظام والذي تفكر فيه الحكومة. يفكر في أنه يريد أن يحصل على رقم عادل بالنسبة لتحويل الدولار إلى الجنيه المصري، لا يريد أن يحول على الأسعار الرسمية المتواجدة في الدولة، فبالتالي يبحث عن قنوات غير شرعية للتحويل. تراجع حدد بنسبة 26%، ما يقدر ب 17.5 مليار دولار. إلى أن تعداد المصريين في الخارج يزيد عن 12 مليون مواطن. بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أوضحت أن وجود 2.5 مليون مغترب في السعودية. الاندبندنت البريطانية تؤكد أن تأسيس الشركة الاستثمارية جاء بهدف أو يهدف لمحاولة إنقاذ الاقتصاد المصري بأموال المغتربين. وضمن محاولات التغلب على شح العملة الصعبة، لم يعد الأمر متعلقا فقط بتكثيف التحرك لتدبير العملة الصعبة بالتخارج من أصول الدولة، إنما مبادرات جذب أموال المصريين بالخارج ترتكز عليها الدولة من أجل مكافحة التضخم وأيضا قلة موارد المستهلكين. CNN تؤكد أن أزمة النقد الأجنبي في مصر تسببت في زيادة أسعار السلع وفي ارتفاع فاتورة الاستيراد وفي خروج بعض الاستثمارات الأجنبية، ما دفع الحكومة لاستحداث وسائل لاستغلال المصريين بالخارج من بينها الشركة الاستثمارية هذه لسد الفجوة في العملة الصعبة. هل يثق العامل في الخارج في وضع أمواله تحت إدارة تشبه إدارة الحكومة أو هي نفس الإدارة الحكومية؟ هل يثق في أن يستثمر مع هذا النمط من العقلية التي تسببت في مشكلات كبيرة وتسببت في أمور وارتباك اقتصادي كبير في مصر؟ هل يثق المواطن في هذه القناة وفي هذا الطريق حتى يستثمر الأموال؟